اوكي يا سيدي، اسال ايش اللي بدك تسال عنه حقت الليل. هو عن طريقة إيجاد المجال، ويعني للأسئلة الصعبة بصراحة في شوي عندي شوية مشاكل بس فيها. خلينا نحكي عن المجال، نختصر الكلام. شوف انت بشكل عام لما يجيك اقتران كثير حدود الف نون سين سنون زائد الف نون ناقص واحد، تعرف كثير الحدود صح ولا لا؟ ولا ممتاز. لعند الف صفر سين اس صفر، هذا دائما مجاله كل الاعداد الحقيقيه. تمام؟ احنا بدناش نحكي عن مجالات الجيب والجتا مثلا، شو مجاله؟ برضو حا كلها. مين الاقترانات اللي احنا بنوقف عند مجالهن؟ اللي بندرس مجالهن يعني. اللي هي كل مجموعة الأعداد النسبي. الحقيقية. شوف النسبي لما يكون عندك انت اقتران على شكل بسط ومقام، تمام. هذا ايش مجاله؟ مجاله حا ما حا عدا اصفار المقام. تمام تمام الكلام؟ تمام اذا احنا اللي بنعمل عليه احترازات اللي هو النسبي، والنوع الثاني اللي هو الجذور الزوجيه، او احنا بشكل رئيسي الجذر التربيعي. تمام يعني مثلا سين تربيع ناقص اربعه، شو مجاله هذا؟ البروسيجر تاعه سهل جدا. كيف البروسيجر تاعه؟ اللي هو شو اسمه؟ شوف احنا باقي الاقترانات مثلا المطلق الصحيح كثير الحدود الاقترانات المثلثيه كلها مجالها حا، ما عندك مشكله فيها. اذا احنا شو اللي احترزنا منه؟ النسبي والجذور. كيف بدنا ندرس مجال الجذر؟ سهل جدا، تاخذ اللي تحت الجذر وبتسويه بالصفر. باختصار احنا بدنا نعمل شيء اسمه دراسه اشاره. شو بدنا نعمل؟ دراسه اشاره. شو يعني دراسه اشاره؟ يعني خذ اللي جوا الجذر او جوا الاقتران وشو سوي؟ سوي بالصفر، حل المعادله. انا بختصر كويس هيك الاختصار. طلعنا الاصفار، بتعمل خط اعداد، بتحط سالب اثنين واثنين، جرب عدد بين سالب اثنين واثنين، اي عدد، صفر مثلا. لما تعوضه تحت الجذر س تربيع ناقص اربعه شو بيطلع؟ سالب. صفر ناقص اربعه بيطلع صفر، عفوا سالب اربعه. مره ثانيه اخترت عدد بين سالب اثنين واثنين، صفر مثلا. صفر عوضه س تربيع ناقص اربعه، قديش بعطيك الجواب؟ سالب اربعه. بعطيك سالب، انا بهمنيش شو الجواب، بهمني سالب. وهون لو عوضنا اي عدد اكبر من اثنين بطلع موجب، واقل من سالب اثنين بعطي برضه موجب. تمام، يعني نفس عكس عكس ما نفس هو هاي لانه تربيعي، هذا لانه تربيعي، لكن لو ما كان تربيعي بجوز ما يطلعش عكس مثل وهيك. لا جرب. هاي اسمها ايش العمليه؟ اسمها دراسه الاشاره. ممتاز. الان احنا بنقول انه الجذر التربيعي المنطقه السالبه شو مالها؟ مش ضمن المجال. اذا ايش مجاله؟ بين مجاله من عند اثنين لما لا نهايه اتحاد من سالب ما لا نهايه الى سالب اثنين. تمام، هذا مجالنا. هلا دكتور، عشان بخصوص اللي هسه انا بعرف انه النهايه اللي الانفينيتي يعني انه بتيجي دائما مفتوحه، بس نعم في مرات بتيجي مفتوحه وفي مرات بتيجي مسكره. لا لا لا، ما في انفينيتي، ما في مغلق، انفينيتي دائما مفتوحه. يعني على التنين بحكي. ما فهمت. الاثنين الاثنين هي ضمن المجال. الاثنين هسه احنا اخذنا المثال هيك صح؟ جذر س تربيع ناقص اربعه، الاثنين كانت ضمن المجال، لكن افرض انه اعطيتك ها س بيساوي واحد على الجذر التربيعي لس تربيع ناقص اربعه. ايوه. طيب هسه عيات احنا عندنا مشكلتين، صار في جذر وفي نسبه، يعني في بسط ومقام صار. طب احنا بدنا المقام لا يساوي صفر. تمام. وبدنا ما تحت الجذر موجب. تمام. مزبوط ولا لا؟ بنعمل نفس الاجراء اللي عملناه هناك. راح ناخذ سالب اثنين واثنين، راح تطلع هاي سالب وهاي موجب، بدناش نعيد الحكي صح؟ في هاي الحالة راح اقول المجال يساوي من عند سالب ما لا نهاية إلى سالب اثنين مفتوحة اتحاد من اثنين الى ما لا نهايه. ليش هنا فتحت اثنين والسالب اثنين؟ عشان هتضر المنطقه. لا لانه ممنوع، لانه لو عوضت اثنين او سالب اثنين في المقام بعطي صفر، واحنا بدنا شيء يطلع صفر، واحنا بدنا شيء يطلع صفر، عشان هيك استثنيتها.
لكن في هاي في الأولى حكيت المجال من 2 إلى ما لا نهاية اتحاد، من سالب ما لا نهاية إلى 2 مغلق، سالب 2 مغلق، صح ولا لا؟ صح. ليش حطيت 2 هون وسالب 2؟ لأنه بصير يطلع صفر الجذر عادي. أيوة. لكن ما بدي إياه يطلع صفر وهو في المقام. فهمت كيف الفكرة؟ فهمت. هاي الفرق بس. أيوة. أنت عموماً يعني أنت ما مش مطلوب منك هذا كثير، يعني هذا الإشي ما تدق عليه كثير أنت. هني بس هذول المطلوبات منكم في المجال، ما مش مطلوب منكم أكثر منها. أيوة. هلا دكتور في بعض الأسئلة بصراحة أنا عندي يعني جمعية فيها أسئلة محلولة. لحظة شوي. دوسية مين؟ أول شيء دوسية مين؟ العفوري. كويس. الأسئلة على مستوى الكتاب ومستوى امتحانات التوجيهي بنحلها. أعلى كثير. لحظة شوي. أعلى كثير ما بدنا إياها. لا هي على مستوى التوجيهي. لا مستوى التوجيهي بنناقشها. وأنا بعثت لك. مثل إيش مثلا؟ نقلني هات نشوف. بعثت لك يوم دكتور على الواتساب هيو. هسه بعثتهم؟ دقيقة. هو بعض الأسئلة هو يعني تقريبا عامل زي 30 صفحة وفياتها يعني أسئلة يعني صراحة يعني في منها أسئلة. يعني أنت هاي مثلا الأول يعني حاطط النهاية لما سين تقول للواحد لواحد على الجذر التربيعي لسين زائد 3. طبعا احنا بنمشي على الاجراءات اللي متعودين عليها دائما على سين ناقص 1. طيب هذا سهل. هذا ايش فيه محمد؟ هذا اول شيء انت عندك في بسط ومقام. طبعا اول شيء لازم نعوض تعويض مباشر. اذا بصفر ولا لا بيطلع صفر على صفر. التعويض المباشر شو بعطينا؟ صفر على صفر. ممتاز. الان ما دام في عندي كسور في البسط واحد مقامات يعني هاي على طول بس اشوف كسور شو بعمل؟ توحيد مقامات. شوف هذا المقام الرئيسي تركته ما كتب ما حطيته. كيف بنوحد مقامات؟ نضرب المرافق. لا بنضرب لسه بس بنسوي المرافق. بقول لك واحد مقامات. شو دخل المرافق في الموضوع؟ بدك تضرب المقام في المقام يعني 2 في الجذر التربيعي لسين زائد 3. تمام. بعدين زي الضرب التبادلي مش هيك؟ فبصير 2 ناقص الجذر التربيعي لسين زائد 3. هسا في الرياضيات بنعرف انه مقام البسط وين بينزل؟ بينزل هذا اللي هو 2 في جذر 3. هذا جذر س زائد 3 وين بينزل؟ بينزل تحت. تحت. ممتاز. خلينا نعيد الكتابه. تمام. البسط خليته زي ما هو، المقام هيك. لاحظ معي انه 2 في جذر التربيعي ل س زائد 3 ما بتعطي صفر. هاي ما بتعطي صفر، هذا الجزء ما بعطي صفر. لو عوضت 1 هون ما بعطي صفر، إذا هذا ما بيخوف. تمام. فهمت علي؟ الآن اعتبر السؤال بدأ من جديد. حلو. لغينا الكسور. طب إيش صارت الفكرة هالسعيات؟ ما دام في جذر تربيعي وبعطي صفر، إذا شو بعمل؟ بعمل ضرب مرافق. تمام. خلص، هاي الفكرة انتهت. أيوه. بس دي أمشي عليها صح يعني. هو بيني وبينك دكتور يعني أنا عندي مشاكل يعني إنه يعني نص الحل يعني بوقف يعني ما خطش معي اكمل ما بعرفش ليش. ما هو بدك تطلع يعني هاي هسه بتعرف تكملها هاي هسه بعد ضرب المرافق بدي يعني بدي اظني اتابع حتى اختصر الصفر حتى اختصر س ناقص 1. وهي سهله اصلا يعني مش هالسؤال هذا يعني مش هالشيء الصعب على فكره. يعني ايش بدك تسوي هالسعيات؟ يلا خلينا نكملها على السريع. أمو أنت شوف طلع علي هسا ارجع للفيديوهات يا محمد اللي حليناه. الأسئلة اللي حليناها ترى كويسات. وقف الفيديو جرب لحالك بالأول. تمام. وبعدين شوف وين علقت. أيوه. طلع هون أنا دائما بشدد على أقواس بظل أقول الطلاب يعملوا أقواس. هسا لما تيجي هون بتضرب أقواس شو راح تعمل؟ راح تربع الأول ناقص تربيع الثاني. صح. يعني 4 ناقص بين قوسين س زائد 3 مش ما تحطش قوس. لا بحط. على 2 في جذر سين زائد 3 في سين ناقص 1 في 2 زائد جذر. انا بس كتبت السؤال وضربت المترافقين. هسه هون بدناش نعمل خطوه جديده، المفروض نعمل خطوه جديده. هسه 4 هاي راح تصير هيك 4 ناقص سين ناقص 3 مزبوط ولا لا؟ صح.
لما ضرب السالب جوا شو بصير عندنا؟ 4 - 3 يعني 1 صح، 1 - س يعني هذه صفت كلياتها 1 - س بختصرها بسالب 1. ممتاز، هاي راح تختصر مع هاي راح تصير سالب 1. خلص اللي بيعمل صفر على صفر راح، تمام، خلص تعويض مباشر. أوه. سالب 1 على هون عوض ب 1 4 تحت الجذر 2 في 2 4 صارت 4 ضرب، وهنا 4 زائد 2 هاي صارت 4 يعني صار ب 1 على 16. انتهى السؤال. تمام. صعبة هذه؟ لا عادية جدا. أوه. طيب ايش المسألة الثانية؟ هي تبعت نهاية أيوة النهاية، نهاية لما سين تؤول الواحد لسين زائد الجذر التربيعي لسين زائد 3 - 3 على سين ناقص 1. برضو التعويض المباشر شو بعطيك؟ بعطينا صفر على صفر. هسه صراحة بقدر أحلها بأكثر من طريقة، يعني أحد الطرق إن أفرض إنه صاد بيساوي الجذر استبدال يعني. شوفون التعويض المباشر، سوري التعويض المباشر شو بعطيك؟ صفر على صفر. طيب ايش اسوي بهاي الحالة؟ هسا بقدر ايش اسوي انا هنا؟ افكر باكثر من طريقة. من الطرق واضح انه انت عندك جذر كويس، يعني ممكن افكر بضرب المرافق، بس ضرب مرافق ايش؟ ما هو الجذر لازم يكون لحاله. فانا هنا صراحة كيف بدي افكر فيها؟ انا بدي الجذر مع عدد، هو احنا صيغة الجذر كيف تكون؟ جذر زائد او ناقص بيكون عدد، شايف كيف؟ هذه بس كان الصوت شوي واطي، واطي الصوت. طب هيك سامعني انا؟ عندي اعلى شيء هذا. وانا عندي مكان طلعت من المكتب لانه في بنظفوا قاعدين. ايوه ففي دوشه عندي، انا اصلا عندي دوشه. طيب اطلع علي هسه كيف بدي اسوي. احنا عاده حتى نضرب بالمرافق لازم لما تعوض بالجذر مع العدد اللي هون الزائد او ناقص شو يعطيك؟ يعطيك صفر، الجذر لحاله يعني. صح. أنا إيش رأيك أكسر الثلاث هاي؟ أخليها سالب 1 - 2، شو رأيك؟ تمام. طيب هسا شو بصير المسألة؟ طلع شو بدها تصير؟ نهاية سين تؤول للواحد لسين ناقص 1، يعني أخذت السالب 1 مع السين، وزائد جذر سين زائد 3 - 2. شوف أقول لك هسايات، لو عوضت 1 تحت الجذر تعطيك جذر 4، هلا جذر 4 - 2 - 2 - 2 بعطي 0. انت فاهم علي؟ لو اخذنا هاي لحالها طلعنا هاي لحالها بتعطي صفر، اللي هي جذر زائد عدد بعطي صفر. صح. او ناقص عدد طبعا. تمام. كويس، معناته هاي هي اللي بدها مرافق. تمام. على سين ناقص 1. هسه افصل، خذ هاي لحال على نظريات. تمام. النهايات وخذ هاي لحال. فبصير كان نهايه سين تؤول للواحد لسين ناقص 1 على سين ناقص 1 زائد النهاية لما سين تؤول للواحد للجذر التربيعي لسين زائد 3 - 2 على سين ناقص 1. هاي خلص اختصار 1 زائد، وهي ضرب مرافق. تمام. انتهت. نفس الفكرة تاعت هذيك تماما يعني. هسه افرض ما بدك تحلها بهاي الطريقة. تحلها بطريقة ثانية. مثلا يعني أحد الطرق ممكن تفكر فيها ايش هي؟ إنك تفرض إنه صاد تساوي الجذر التربيعي لسين زائد 3. لما سين تؤول للواحد عوض صاد تؤول لاثنين، مزبوط؟ وربع الطرفين بصير صاد تربيع تساوي سين زائد 3، ومنها سين. أنا بحكي بربع الطرفين لهاي، ماشي، عشان أطلع سين موضوع القانون. ومنها صاد سين تساوي صاد تربيع ناقص 3، صح ولا لا؟ صح. هذه التحويلة بتغير السؤال، شو بتسوي فيه؟ بتشيل الجذر، فاهم علي انت؟ هسه لما اشيل الجذر هلا خلينا نبدل نهايه صاد تؤول لاثنين. شوف هسه الفكره اني انا ما بدي اشوف سين بالمره في المساله. طب سين ايش بتساوي؟ صاد تربيع ناقص 3. اللي هي يعني زي استبدلت. هو استبدال، هذا اسمه الاستبدال. زائد صاد ناقص 3 على صاد تربيع ناقص 3 - 1. تمام. شو صارت؟ صارت مسألة عادية زي كثيرات الحدود اللي متعودين عليها. لو أعيد كتابة المسألة هون أرتبها شوي،
شوف نفس السؤال ترى هاي حليته بطريقتين، ملاحظ انت؟ حلل البسط وحلل المقام مختصر، انتهى السؤال. بس افرض ما خطر في بالك انك تكسر الثلاث لسالب اثنين ناقص واحد وتجمع وتفصل، اشتغل عليها. وصلت؟ هاي شوي في ناس بقول لك لا يا عمي انا ما بدي اشتغلك. كيف بدك تشتغل؟ قال بتطلع على سين زائد جذر سين زائد ثلاث انها حد ناقص ثلاث وبضرب مرافق لهاي. برضو بصير. بس هاي معقدة صراحة. يعني هذول اسهل، الطريقتين هذول اللي فكرت فيهن اسهل كثير من هاي الطريقة. صوتي واضح عندك؟ هيك صار واضح. واضح الحمد لله. المسألة اللي وراها نفس الفكرة اتوقع. يعني هاي بدي احلها على الفرض اللي هو الاستبدال. نهاية سين تأولى ثلاث لسين تربيع ناقص ثلاث سين. ألا تفضلي سلم يديك شكرا. بس نقلني هون ايش محمد؟ مبين ناقص واحد. طيب انا طلع، انا بصراحة لما باجي بحل هاي المسائل اول ما بطلع عليه بفرض الصاد اللي هي الجذر وخلص، فكني من الشغل كلياته. بتريحني كثير. لما سين تؤول لثلاث صاد تؤول لاثنين، عارف كيف بجيب هنا ذول؟ اللي هي سين تؤول لثلاث اللي هي المسألة. أول ثلاث مكان السين بصير جذر الأربعة اثنين. ومنها صاد تربيع تساوي سين زائد واحد، ومنها سين تساوي صاد تربيع ناقص واحد. هاي زي واحد. الدلالات يعني زي دلالة. هاي اسمها استبدال التعويض. تمام. أو إذا بتحب تسميها الاستبدال برضو ما في مشكلة. شو بصير المسألة عندك هالسعيات؟ ده تصير نهاية السين. نهاية صاد تؤول ل. لما تصاد تؤول لاثنين. محل سين بدنا نحط صاد تربيع زائد واحد، الكل تربيع طبعا. ناقص ثلاث في صاد تربيع ناقص واحد، الكل على. اللي هو صاد تربيع ناقص واحد، ناقص صاد ناقص واحد. تمام. هسه شو بدك تسوي؟ بدك تفكفك الأقواس وتختصر. انتهت المسألة. أيوه. وصلت كيف؟ وصلت. في طرق ثانية يعني يمكن أنت تشوفهم، ما بعرف يعني ممكن أحل نفس السؤال بعدة طرق ترى. يعني أنا مثلاً أجي أقول مين اللي بيخلي المسألة تصير صفر على صفر؟ اللي هو سين ناقص ثلاث، صح؟ يعني أنا كيف أستدل عليها؟ من النهاية تقول لإيش؟ النهاية هون سين تقول لوين؟ لثلاث، صح؟ إذا سين ناقص ثلاث هي اللي بتعمل لي المشكلة. فاهم علي؟ معناته شو رايك اقسم البسط على سين ناقص ثلاث والمقام على سين ناقص ثلاث؟ ماشي بصير. بصير. وبعتبر البسط مسألة زي زي اللي قبل شوي. وبحلها. يعني لاحظ هي يعني حيل، انا المهم اوصل فيها اني اختصر. صح. أنا برجع بقول لك نصيحتي إليك، ارجع للفيديوهات والمسائل اللي حليناهن. تمام. شايفين أفكار قوية. أنت كيفك تتعلم مزبوط؟ شغل الفيديو، شوف المسألة. حاول فيها. حلو الكلام؟ حلو. لحد ما إيش؟ لحد ما تتعب. حليتها والله خير على خير. ما حليتهاش اطلع على الحل. مع الممارسة الواحد لما بيعيد يعني أكثر من مرة شو بيسوي؟ بلاقي أموره خلص مشت يعني. صح. بتعلم. طيب هون إيش جاي ببالك الفكرة؟ أنا أول إشي أول ما بشوف بلاقي كسور بوحد مقامات مباشرة. يعني هون بحطك أنا واحد على واحد، صح؟ واحد مقامات. شوف هالسياط صفر في ما لا نهاية أو ما لا نهاية في صفر او ما لا نهايه في ما لا نهايه، ما بشتغل معها، ما مش علينا هاي. احنا ما بنتعامل مع شيء زي هيك. فهون انا مضطر واحد مقامات، بضرب المقامين في بعض شو بيطلع لنا؟ الجذر التكعيبي لاثنين سين زائد واحد، اضرب تبادلي بصير واحد زائد الجذر التكعيبي لاثنين سين زائد واحد. مظبوط هيك؟ مظبوط. هسه لو تعوض بسالب واحد لازم تعطيك صفر على صفر. نعم تعطيك صفر على صفر. هسه مين اللي لازم يلغى؟ لازم يلغى سين زائد واحد. الآن واضح إنه أنا في عندي جذر تكعيبي، معناته بدي أضرب في المرافق مرافق الجذر التكعيبي.
شو هو مرافق الجذر التكعيبي؟ يلا اللي هي مربع الأول، إحنا على البسطة السعيات، مربع الأول، مربع الواحد، غير الإشارة اللي هي بتصير سالب الأول بالثاني جذر جذر زي تحليل الفرق بين مكعبين أو مجموع المكعبين زائد مربع الثاني بالضبط. أنت لا تربع ولا عبالك، بس اكتبها هيك وحط تربيع. وتحت بدنا نكتب نفس المقدار، كأني أنا كيش بيش ضربت يا محمد؟ ضربت بواحد، واحد، لأنه خليت الباص زي المقام، معناته أنا كأني ضربت في واحد. الآن لما نفك المترافقين اللي فوق اللي في الباسط راح يطلع معك مكعب الأول زائد مكعب الثاني. شوف ليش أنا بعمل أقواس، لأنه لو كان في سالب هون السالب بغير الإشارة. أيوة دير بالك، على اللي هو سين زائد واحد في الجذر التكعيبي لاثنين سين زائد واحد في واحد ناقص الجذر التكعيبي لاثنين سين زائد واحد زائد الجذر التكعيبي لاثنين سين زائد واحد الكل تربيع، بس مجرد كتابي هاي. هسا المفروض هذول يختصروا مع بعض، البسط مع المقام لازم يختصروا مع بعض. طيب يعني السين ناقص واحد لازم تختصر مع شيء فوق بالخطوة هذه. هات نشوف هسيات عنده هون بتصير 2 سين زائد 2 وخذ 2 عامل مشترك شو بيضل عنا؟ بتصير سين زائد 1 هاي اختصرت. اذا شو صف البسط؟ 2 على وعوض تعويض مباشر في المقام وخلص السؤال. وصلت كيف الفكره؟ وصلت. اذا انت هسيات الواضح يعني اللي انا اللي شايفه لازم ترجع تراجع ضرب المرافق تكعيبي تربيعي شو الاستبدال الافكار الرئيسيه. بس تخلصهم تلاقي امورك صارت سهله. هو دكتور لا تنط مباشره محمد، لا تنط مباشره على الاسئله الصعبه. ابدا بالاول بالاسئله الكتاب اللي على مستوى الكتاب حلهم كلهم. بعدين انتقل للمرحله الاعلى، ما بتجيش هاي الافكار هيك بسرعه. بدها تدريج. التدريج الصحيح ابدا من الكتاب، حل أمثلة الكتاب، تمارين الكتاب، بعدين نروح على الأسئلة الخارجية. ارجع ارجع للجروب، وديت لكم أسئلة، الأسئلة اللي جبت لكم كلها أسئلة توجيهي ترى. هو أنا مبارح بس ضبطت الواتساب وهيك يعني. خلاص ضبط، فالسيارة ابدأ صح. بعدين تلاقي هاي الأسئلة بتنحل معاك بكل سهولة يعني. صح. هو أنا كمان شو اسمه قطعت شوي يعني في المادة، يعني خلال العطلة ما تابعتش كثير. تابع هسه احنا معك. تابع واحنا معك. تمام. هسه دكتور في سؤال يعني زي سؤال صغير يعني هو هو هلا عشان اطلع ال شو اسمه يعني اطلع مثلا قيمه يعني بعطيني قيمه ألف يعني بعطيني الف وباء. هلا ارجع في فيديوهات ارجع لها. طبعا طبعا محمد مش روح المادي بالتفصيل الممل. هاي المرحلة ما حد شرحها في الأول، دائما بالأول بنتعلم هذول المهارات. لما نخلصهم بنروح على هذلاك الأسئلة، بصيرن سهلات. تمام. أنت قاعد بتقفز قفز، ما بينفع هذا. امشي شوي شوي. ماشي. ارجع زي ما بقول لك، ارجع حل أسئلة الكتاب وتمارين الكتاب بالأول. خلص لي إياهم كلهم، ما تخلي ولا سؤال. تمام. مش تقول لي شهل. لا كل أسئلة المحلول وغير اسمع. المحلول. بعدين ايش معنى حل؟ مش تتفرج عليه عجبني هذا سهل، لا اكتب امسك ورقتك وقلمك وحل. تمام. اسئله الكتاب كويسه ممتازه اسئله الكتاب. تمام. بعدين بنروح على الاسئله اللي هي تاعت التوجيهي من النماذج، بعدين بدك تروح على الدوسيه، روح على الدوسيه. هذول النوعيه اللي بتحكي عن ان فيهم الف وباء ومش عارف، هذول النوعيه عاديه يعني مش انه شيء جديد يعني. زي افكار القديمه، بس انه انت لانك مش متقن هدلاك بتشوف هذول صعبات. صح. اذا هسه شو اتفقنا؟ هلا بدي احل اسئله اول الكتاب. ارجع للفيديوهات. تمام. بدك ترجع للقديمات، ارجع للجداد بس تاعات الصيف اللي استغلناهم بالصيف هذا. وبعدين بنقعد قاعده ثانيه، بكره عندنا حصه. بكره بعد العصر ان شاء الله. بكره بعد العصر خلاص ان شاء الله بحضرها. احضرها انت، حتى لو انه مش عارف كل النهايات راح تلاقي حالك بتتعلم النهايات برضو من خلال الاشتقاق. تمام ان شاء الله. ان شاء الله يسلم ايدك دكتور. حياك الله قلبك دايم. لا ابدا، اهلا وسهلا.
سلامتك.